Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. بديل حبوب الإفطار. بنمد العجينة ونقطعها إلى مكعبات صغيرة. كل مكعب بنعمله لنصفين. وإذا بدكم العجنة، طريقة العجنة موجودة تحت في صندوق الوصف. هي بدال حبوب الإفطار للأولاد، ممكن حنضيف عليها الشوفان مع الطحين الأبيض، ممكن الحبوب الكاملة. هيك دخلناه بالفرن 250 درجة مئوية، يعني بتقعد تقريبا بتاخد تقريبا حدود 10 دقائق. لازم احنا نراقبها بالفرن، يعني على الأقل انتو بتعرفوا شو بتعملوا، يعني للأطفال اللي ما بدهم أكل صحي وما بحبوا الأكل الصحي هذا يكون بديل. نضيف عليها الحليب، ممكن نضيف عليها العسل أو دبس التمر. هي أصبحت جاهزة، كتير هي روعة وكتير هي مغذية للأطفال، يعني على الأقل 80% هي صحية، أفضل من السكر بأمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.